إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين الدارجة. باش ندير واحد الإطلال على الكون ماركت كاب، الدومينوس ديال البيتكوين 39.8 والإيثيريوم 19.2. يعني البيتكوين مقارنة بالبارحة طلع تقريبا 0.2%. الثمن الحالي ديال البيتكوين 20666. باش ندير واحد الإطلال على الفريم ديال 4 ساعات، اليوم كلشي تبع الخطاب ديال جيروم باول رئيس الفيدرالي الامريكي، ومع الاسف التصريحات ديالو يعني ما كانش بالنسبه للاسواق ما كانش ايجابيه. سوف يستمر في رفع الفائده، وهذا يعني شيء ما واضح لان هناك انتخابات الامريكيه، الانتخابات البرلمانيه الامريكيه في نوفمبر، فلهذا فهناك القرار بخفض التضخم باي شكل من الاشكال. مع الاسف الاقتصاد الامريكي سوف يعاني، ولكن اصحاب القرار فهم مهتمون اكثر يعني بالانتخابات المقبله. كما كتشوفوا هنا هذا هو الدعم اللي هضرنا عليه البارح 20800، يعني لا نزلنا على 20800 فنحن سلبيين. فلهذا اخواني اخواتي، يعني انا هنا ما كنشوفش شي مقاومه يعني هنا لتحت اللي تكون قويه اللي تقدر تعكس المسار ديال البيتكوين. الشيء الوحيد اللي يمكننا نتوقعه الان، الى البيتكوين الى عاود يوصل لهذه المنطقه هذه ديال 21300، فيمكننا نقولوا بانه يقدر يكمل المسار ديالو هوريزونتال. يعني اذا الثمن ديال البيتكوين ارتد وصعد للاعلى وبدينا نداولو في مناطق 21300 ولا 21400، فهذا غادي يفتح لنا المجال للعملات البديله. ولكن اذا البيتكوين لم يستطع ان يرجع لهذه المنطقه هذه، فربما نشاهدوا في الايام المقبله سقوط حاد وحاد جدا. الواحد خاصو دائما يفهم هذه الحاجه. انا كنتكلم بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا على السبوت فقط، يعني اللي كيشتغل سبوت يعني الان ما عنده ما يدير الان، يعني فقط خاصو يرجع اللور ويتساين، لان في اي لحظه ممكن ان سعر البيتكوين ينخفض الى الاسفل. فلهذا يعني انا التداول فقط لأربعة أو ثمانية ساعات كان بالنسبة لي مرهون، يعني فقط إذا البيتكوين استطاع أن يرجع لهذا المستوى هذا، نشوفه عاوتاني واحد horizontal movement، فقط في هذه الحالة بإمكاننا أن نتداول من أربعة إلى ثمانية ساعات. كما قلت هنا، هناك عملة جيدة تقدر تحقنا أرباح محترمة يعني حتى 10%، والتداول سوف يكون فقط من 4 ساعات إلى 8 ساعات. هناك سولانا، شيبا، الأفاكس، أوني سواب، واحد الكوين أيضا مهم بغيت نتكلم عليه، البيتكوين كاش هو أيضا يعني ممكن الواحد أيضا يتداول عليه. ولكن إخواني أخواتي، نعود مرة أخرى، يعني التداول من 4 إلى 8 ساعات هذا مرهون بصعود البيتكوين. يعني إذا البيتكوين لم يرجع إلى هذه المنطقة، الله يخليكم واحد خاصو يرد باله، لان كما كتشوفوا هاد الجهه اللي كيتواجد فيها الان البيتكوين فهي منطقه صعبه وصعبه جدا، لان في اي لحظه ممكن ثمن البيتكوين بانه ينزل الى الاسفل، وربما تكون هناك نزول قوي وقوي جدا. يعني الصراحه انا اللي خلعني هنايا بالنسبه للبيتكوين هو هاد الار اس اي، يعني انا ما عجبني شيء. باش نضرب واحد الاطلال على الذهب، الفريم ديال 4 ساعات بالنسبه لي يعني الذهب هو اكبر المقاومين لهذا الاخبار السيئه من الفيدرالي. يعني حتى الار اس اي مازال عنده يعني مازال ايجابي. اخواني اخواتي، شكرا على المتابعه والى الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.